انتوا لسه مع كلام خفيف مع شريف مدكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية، ننتهي بقى كلامنا الخفيف المفيد في نفس الوقت. معايا النهاردة الراجل، احنا اول مرة نقعد مع بعض كده وجها لوجه، بس انا بحترمه جدا، بحترم شغله، بحترم شغله من وانا شاب وهو شاب، احنا الفرق بيننا مش كبير في السن. عمل بصمة في عالم الاخراج، فخلينا كده مش هطول، لان انا مهما قلت عليه مش هديله حقه. خلينا نرحب بالمخرج استاذ عادل عوض. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا منور. اهلا بيك. انا بس في الاول عايز اعتذر لك على الاسبوع اللي فات، ولا بينا حددك ميعاد واعتذرنا لك. لا لا. على ظروفي الصحيه، كل مصر عارفه الظروف حبيبي. اشكرك، تأمرني. اشكرك. انت فوق راسي. إيه انت اللي فوق راسنا كلنا. انت فوق راسي ومش عارف انت السبب ايه. ايه بقى سبب ان انا عرفت انك انت حفيد الفريق اول محمد فوزي. أوه. الرجل الذي حارب 100,000 وكذا يوم حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف المهمة جدا، اللي للأسف الأجيال الجديدة ما يعرفوش إيه حرب الاستنزاف، وكمان المخطط الأول لحرب 73. صحيح. فكونك أنت حفيده وأنا كنتش عارف للإسم، لأنك حفيده من الأم. من الأم. أنا حفيده. طبعا اللي شرح لي الحكاية دي أنوشكا. أنوشكا دي أختي وحبيبتي. بسبب إن أنت فوجئت بصورته في غنوة تحيا مصر، عشان كنت بشغلها لك دلوقتي. فطبعا أنا لما عرفت، طبعا أنا فخور بيك وفخور بعيلتك. وفخور وأنا فخور بيك وبعيلتك وبوالدك الله يرحمه، اللي كان بيمتعنا ودايما بيعمل لنا حاجات مختلفة ويخلينا نضحك ضحك راقي جدا. أشكرك. أشكرك. تعال بقى نرجع لورا شوية وتفكرنا كده، هرجع معاك وأنت طفل صغير. إيه رأيك؟ قوي تحت أمر. مش من زمان قوي يعني، من 20 سنة. طفولتك كانت عاملة ازاي وكانت مواهبك ايه وكنت بتحب ايه؟ طفولتي كانت جميلة جدا 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 جدا، وعندي بخت خطير، لان انا من حجر سعاد حسني لحجر نهاية شريف لحجر يعني حبايبنا كلهم. كنت انت طفل بقى صغير وقاعد معانا. طفل او مرة مثلت في فيلم مع والدي دور سوق، كانوا بيقولون بكرة هاتوا ولادكو، كان زمان عشان تجيب كومبارس حلوين فتقول للمواسين هاتوا ولادكو، فجابني فطلعت في دور أخو سعد حسني، يعني مش في فرح كده، في زحمة يعني. ففي الاستراحة قعدت على حجرها وتصورت أنا لابس بدلة وكل كاسي وبابيون بتاع، فطبعا خدت الصورة وعادي. واحدة اسمها سعاد حسني، يعني انت مش عارف من دي؟ لا عارف، بس يعني مش فارقة معي، مش فارقة، مش فاهم. أوه. لغاية لما الصورة طلعت، الصورة الفوتوغرافية طلعت، والدتي خدتها، السيدة قوت القلوب عبد الوهاب مازن، وهي تعمل في وزارة السياحة في شركة ايجوس، خدت الصورة وريتها لزملائها وانا كنت موجود. اوكي. فحصل مظاهرة. أوه. مظاهرة ايه ده مع سعاد حسني يا ابن اللذينة، ازاي كده، مش عارف ايه. فحصل لي احساس اني حسيت بذاتي في لحظه ما، ان انا ان وذاتي دي وشخصيتي اتبنت على اني اتصورت مع سعاد حسني. فطبعا فاهم يعني مجرد ان شخصيتك تبني على كده، فانت حصل حاله وهج بسعاد حسني. اوكي. فبدات اسال على سعاد حسني، وفي الفتره دي والدي عمل حوالي 7-8 افلام ورا بعض مع سعاد حسني. ده كان في اخر الستينات، شقه الطلبه، حواء والقرد، حلوه وشقيه، كل الافلام اللي هي بابا عايز كده، كلها افلام في مرحله معينه مع سعاد حسني. فانا على طول بقيت مرتبط بسعاد حسني، فبدات ياخدني معاه عند التصوير. في التصوير، فبدات سعاد حسني تعرف ان انا عندي هذا الاحساس بيها، فيبقى انا قاعد في اوضتها. الله. انت بدات يعني كويس، انا قلت لك نرجع للطفوله. فبدات كلامك بواحده انا من عشاقها. سندريلا سعاد حسني. سندريلا سعاد حسني. هنتكلم اكتر واكتر، بس هستاذنك هناخد فاصل سريع ونرجع لحضرتك مره ثانيه. فاصل نرجع لك، وخليكم على نجوم اف ام لو سمحت. مرة تانية خلينا نرحب بكل مستمعين نجوم اف ام في كل مكان، وكل بيشوفونا في التلفزيون، وكل بيسمعونا في محطات مترو الانفاق. والنهارده مشرفنا ومنورنا المخرج استاذ عادل عوض. واضح ان حكاياته حلوه
وهو راجل جميل، راجل عبقري كده وفنان، ابن فنان عبقري. نورني. اهلا وسعيد. اهلا بيك. ايه رايك تقعد معانا الحلقه كلها؟ انا معاك، انا تحت امركم. ده شرف ليا. ده شرف لينا احنا. طيب احنا وصلنا لغايه استاذ سعاد حسني لما انت ابتديت ترتبط بيها نفسيا وهي عرفت كمان ده. وطلبت طلب واحد بس. ايه بقى؟ انك تقول لي يا مامي. قلت لها مامي، فبقت كلمه دي بالنسبه لها، بقيت اقول لها يا ماما. وكل صيف اقعد عندها، اقعد في بيتها في المعموره بقى ولا في لا في القاهره في الزمالك، اقعد معاها حاجه وعشرين يوم. اوكي. وفي المعموره احنا جيران. في المعموره احنا جيران جدا يعني. و طبعا انا السرحه دي والسكته ديت انها مره انقذتني من علقه بسبب معاكسه بنت في طبعا احنا كده بنقول للجمهور حاجات. قول بس، قول ما تقلقش. انقذتني سعاد حسني من كنت بتعكس محمد في المعموره يعني، بس انت لما قلت المعموره فكرتني. المهم طب انقذتك ازاي؟ لا دي قصه مش على الهوا ابدا ابدا. بعد لا وبعدين علاقتي بقى بالفنانين، بحسن يوسف، بيوسف فخر الدين، كل الناس، بحسام دي مصطفى المخرج العظيم، بكل الناس. كل دول كانوا اصدقاء والدي. اصدقاء والدي. والدك كان محبوب قوي في الوسط. وانا كنت تقريبا مع والدي في التصوير دايما وفي المسرح دايما. اوكي. في المسرح بقى فكرني بمسرحياته، انا مش فاكر مسرحياته قوي. مسرحياته جولفدان هانم، نمره 2 يكسب، مطرب العواطف، اصل وصوره، المهزله الارضيه، يوسف ادريس، قاهره 80، نجيب محفوظ، ثرثره فوق النيل، نجيب محفوظ، اصل الحكايه، بكر الشرقاوي. مش كتير منهم اتصوروا. اغلبهم اتصور والله. محمد عوض الممثل الوحيد اللي عمل 100 مسرحيه وكلهم اتصوروا، وكتير منهم اتصوروا. مش بيتعرضوا كتير، ما اعرفش ليه للاسف. لا ننادي ان مسرحيات الاستاذ محمد عوض احنا عايزين نشوفها. في جيل كتير ما شافهاش. طيب بعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين طبعا الظروف، انه انا كنت من الحاجات الموهوب بيها في طفولتي حكايه الرسم. انا برسم من وانا في الحضانه، برسم كويس. وده سبب اني في اولى اعدادي جه زارنا الاستاذ علي بدرخان يشوف رسوماتي، فقرر انه الرسومات دي من رسومات مخرج مش رسومات رسام. وساعتها هو كان زوج استاذ سعاد حسني. بالظبط. اوكي. وطبعا في جاب، انا ما شفتش سعاد حسني في الفتره ديت. جاب لاني كبرت يعني. يعني في نطه كده. فقال لي انت بكره تيجي لي مكتب يوسف شاهين عشان تطلع معايا تصوير، بنعمل فيلم اسمه شفيق ومتولي، وانت هتتمرن مساعد مخرج. قلت له مساعد مخرج؟ كان عندك كم سنه؟ انا مش عايز ابقى مخرج اصلا ولا عايز اتمرن. كان عندك كم سنه؟ كان عندي خلاص اولى اعدادي. اولى اعدادي 13 14 سنه. فقال لي تعالى. فقلت له، قال لي مالكش دعوه، انا همرنك. كل ده بسبب انا هصنع منك مخرج. كل ده بسبب الرسومات اللي انت كنت عاملها. الرسومات اللي انا فقال لي الصراعات اللي انت عاملها ده صراعات دراميه ورسم مخرج، فانت خلاص هتيجي تبقى معايا في طبعا فيلم. طبعا رحت رايح في الميعاد، طبعا مشيت من ميدان التحرير اللي هو انا مواليد ميدان التحرير، ما فيش حد مواليد ميدان التحرير. مشيت لغايه دار القضاء العالي اللي هو مكتب يوسف شاهين. الساعة 4 الصبح كنت بركب عربية العمال وبطلع على التصوير، بقابل علي بدرخان. بيقول لي انت تمسك التباشيرة دي وتعلم تحت رجلين الممثلين، اقول لك شمال شمال، يمين يمين، زي ما علم. فقابلت واحد، قلت ده مين؟ قالوا ده واحد ممثل جايبينه جديد اسمه جميل راتب. من حاجة اسمها كوميدي فرانسيز طبعا. وده حد عالمي يعني. لا لسه احنا مش عارفين. لسه مش عارفين. انا مش عارف حاجه. انت مش عارفه بس هو جاي من فرنسا. هم عارفين وانا مش عارفه. كان عمل حاجه قبليها بس انا ما شفتهاش. بس مش عارف الرصاصه حاجه كده. وبعدين طيب انت مسؤول تحفظه. يا نهار ابيض. وده تحفظه بيتكلم بالعربي. مفيش عربي خالص تقريبا. ومش عارف يحفظ. الكلمات صعبه جدا. فده كمان كانت مسؤوليه تانية. وانت بقى بالنسبه له طفل صغير اصلا هيتعصب عليك وهو عصبي. لا هو بيستحملني، هو استحملني وانا استحملته ان انا احفظه. وابتدى الاستاذ علي بدرخان ياخدني يمرني في كل الحاجات. طبعا الفيلم دوت انا قابلت فيه الاستاذ احمد زكي. قابلت فيه الاستاذ محمود عبد العزيز. قابلت فيه برنس السينما احمد مظهر. يا الله. قابلت فيه يونس شلبي. قابلت فيه محمود الجندي. قابلت فيه نعيمة الصغير. قابلت كل ده في الفيلم. انت فاهم؟ ففيلم فيه كل حاجه. احكي لنا كواليس ما يبقى فيلم فيه
كم مش ممثلين دول كلهم يعني فطاحل بيتعاملوا مع بعض ازاي في الكواليس؟ لا قمة الاحترام، والفيلم فيلم عظيم وفيلم كبير، وكل الناس مهتمة بالتجربة، تجربة مهمة، تجربة قصة من قصص الشعبية المصرية، شفيقة ومتولي، معمولة بشكل جميل جدا. فساعتها وتظهر ماما سعاد حسني التي تتحول من ماما سعاد حسني لأستاذة سعاد حسني أو مدام سعاد. مدام سعاد متعامل معاه بروفيشنال. مدام سعاد خلاص بقولها مدام سعاد. مدام سعاد مدام سعاد وعرفتك اول ما شفتها. وكان حل خطير لهذا الفيلم وجودي في الفيلم، لاني الوحيد اللي بيخش اوضتها والوحيد اللي بيقول لها يلا. مفيش حد يجرؤ يقول له سعاد حسني يلا. سعاد حسني هي لما تجهز هي اللي تقول يلا. واكيد كانت بتجهز في ميعادها يعني. بصراحه لا والله بصراحه لا، لان سعاد حسني تجهيزها اصعب من تجهيز اي حد. سعاد حسني نمكيه، بتقعد في اوضتها كتير جدا، بتتعب على مكياجها، بتتعب على اكسسواراتها، بتتعب على لو في اكسسواره ناقصه ممكن التصوير حلق عايزه تلبسه وتعمله، صدفايه عايزه تعملها، خلخال ممكن تقعد لغايه لما يبقى ده موجود. وهو ده سر قوه سعاد حسني. صحيح. فكان الوحيد اللي يقدر يقول لها يلا، حتى استاذ علي بدرخان جوزها، بس ما فيش بينهم انه يلا دي يلا دي هيحصل. فكان فالاستاذ علي عرف من اول يوم، وهي عرفت من اول يوم، ان انا الولد اللي بيتمرن مع الاستاذ علي. كان في المساحه دي، انهم ادوني المساحه دي ان انا اقول يلا وتستحملني واكون. طيب احنا كده وصلنا لفيلم شفيقه ومتولي، انت كنت فيه مساعد مخرج، بس اهم حاجه فيه اني قابلت الاستاذ صلاح جاهي طبعا، الذي تبناني في هذه اللحظه. واصبحت من مريدينه او اصغر مريدينه اللي بيروحوا له البيت. فكمان ظهر لي اب جديد او استاذ جديد او حد جديد مهم جدا في حياتي صلاح جاهي. وده مدرسه مش سهله. بعد بقى شوف بتقول لي تحولت ان انا اروح له على الاقل مره او مرتين. لا هتكلمنا بالتفاصيل، بس انا عايز اسال استاذ، انت عايز فاصل دلوقتي؟ فاصل. هتحط لنا اغنيه ايه؟ مين؟ بحبك باستمرار. طبعا نسمع اغنيه من اغانيك، الحاجات اللي انت عامل لها من الاغاني اللي كان بحبها قوي الاستاذ علاء عبد الخالق، بحبك باستمرار. ونرجع مره ثانيه مع علاء واميره. واميره بالظبط. ونرجع مره ثانيه استاذ عادل عواد، خليكم على نجوم فاهمين لو سمحتوا. انتوا لسه مع كلام خفيف مع شريف مدكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية بنرحب بكل مستمعينا ومشاهدينا. ومعانا النهاردة المخرج العبقري أستاذ عادل عوض، مشرفنا ومنورنا وحيود معانا الحلقة كلها. مشرفني. أهلا وسعيد بالحكايات اللي انت بتقولها دي قوي. ده انتوا اللي مشرفين حبيبي. احنا كده وصلنا لأستاذ يوسف شاهين، ابتديت تروح له مرتين في الأسبوع. لا استاذ صلاح جاهين. استاذ صلاح جاهين انا اسف. ابتديت اروح له بقى واسمعه ويكلمني ويحكي لي وبتاع، تبقى صديقي جدا. هو انا اخر مريدينه يعني، اخر مريدينه انا والاستاذ شريف منير، دول اخر ناس في السن. استاذ شريف الكبار بقى بتوعنا، اللي هو طبعا سعاد حسني هي اول المريدين، وبعدين بننزل احمد زكي وكده، وبننزل بنوصل لغايه شريف منير وعادل عوض. كانت معايا بنته من 3-4 شهور. مين فيهم؟ انا بقى في الاسامي دول. امينه بقى هي اللي صاحبتي، وقعدنا نغني شويه اغاني من امينه. امينه الكبيره هي اللي صاحبتي. انت لي صغيره اصغر، لان هي قالت لي ان هو توفى وهي عندها 6 سنين. لا دي الصغننه. امينه هي اللي صاحبتي، قعدنا نغني مع بعض يا ماما ستو، فاكر اغنيتي يا ماما؟ طبعا. فصلاح جاهين ده حاجه تانية، ده بقى اكاديميه تانية خالص. فعصرته وعشت وشفته وشفت كل الناس يعني. يتخيل ان يتحول احمد مظهر من صديق لوالدي لصديقي يعني، فاهم؟ مريم فخر الدين من صديقة والدي لصديقتي. كلمني عنها استاذه مريم فخر. مريم في الحقيقة مريم كانت فخر. يعني مش حاضر اقول. لا انا بحس انها شخصيه طيبه قوي، في قلبها على لسانها قوي، واللي على قلبها على لسانها، وكل حاجه دايركت، وكل حاجه مفيش لف ودوران. مفيش لف ودوران صح. لا ده اللي كان باين بالظبط. وصديقه كنت اروح لها كده اكلمها، ولا انا عايز اجي اقعد معاك، تقعد وتقول لي واعمل ولا وكذا وايه صح وايه غلط. وهي من احلى، اشتغلت معاها كتير كمساعد مخرج. هي من احلى الوجوه اللي ظهرت في السينما العربيه كلها في الحقيقه. وبعدين
وبعد كده بقى طبعا خلصت الفيلم، وبعد كده بدأت ان انا اكمل، بس خلاص بدأت يخش فيها جينات المخرج وتخرج مني جينات الفنان التشكيلي. ووالدك كان فرحان بكل ده؟ فرحان ومش عارف يعني، هو فرحان وانا معاه بقى وبدير بقى معاه فرقته وفرقه كوميديا مصريه على مسرح الزمالك. انا عايز اسالك سؤال معلش، انا عايز ارجع الاستاذ محمد عوض والدك. والدك احنا ما بنشوفه في الافلام بالذات شخصيه مرحه جدا، شخصيه طيبه قوي، شخصيه قلبها ابيض قوي. هو في الحقيقه كان كده؟ كان كده. كان بيعاملكم ازاي كاولاده انتوا ثلاث ولاد؟ بص احنا في البيت جد وفي الشغل جد، لكن في مرحله وفي حاجه جميله قوي ان انا بروح معاه وبرجع معاه. في مرحله العربيه واحنا راكبين العربيه بيبقى صديق، بيبقى طيب قوي، بيبقى مش اب، بيبقى اخ وصديق. وبيقول لي بقى يعني بيتكلم بقى، هو خريج اداب فلسفه ثم دخل فنون مسرحيه، هو موسوعي يعني، هو ثقافته عريضه جدا، فممكن يتكلم عن سقراط عن افلاطون في العربي ويشرحه لك، يعني يشرح لك افلاطون، يشرح لك سقراط في العربيه، او يشرح لك مخرج، يشرح لك مثلا الاستاذ يوسف شاهين، يشرح لك الاستاذ صلاح ابو سيف، يشرح لك الاستاذ بركات. فكل ده اتشرح لي في طفولتي، يتشرح، فخزنت. المخرج لازم يتشرح، انت بتشوف نتيجه عمله بس ما تعرفش السر خلطته ايه. يعني لازم تسأل عن سر خلطة المخرج، لأن دي طريقة كل مخرج وله حاجة. في مخرج بيبقى قوته في السيناريو زي أستاذ صلاح أبو سيف. في مخرج قوته في المزيكا اللي بيعملها زي أستاذ حسين كمال. في واحد مخرج قوته في الكادرات. في مخرج بيبقى في العدسات، فكل مخرج وله. طيب في مخرج وفي الستايل وفي الملابس زي استاذ شادي عبد السلام، فكل مخرج له قوه، له مناطق. طيب المخرج عادل عوض قوته فين؟ في كل حاجه بقى. ما انا هتغر بقى. لا انا 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 تلميذ الاساتذه، واحب افضل تلميذ واحب اتعلم، ولما حتى بحب اتعلم من زملائي بعد ما خلصت تعليمي من اساتذتي. يعني انا تلميذ للاستاذ علي بدرخان، الاستاذ اشرف فهمي، الاستاذ حسين كمال، ثم نيازي مصطفى وحسن امام. كل دول مدارس ملهاش علاقه ببعض، شيء مرعب، ملهاش علاقه ببعض. لكن كمان انا تلميذ زملائي، انا زملائي دفعتي مثلا الاستاذ المرحوم صديقي واخويا اسامه فوزي اللي عمل فيلم بحب السيما، كنا بنتعلم من بعض يعني، احنا زملاء. بس انت زكي فاطين دفعتي. بس انت في حاجه برضو في شغلك يعني الاستعراض، انت دايما في شغلك فيه استعراضات. الاستعراض ده بسبب بقى حبي للرقص من وانا صغير بقى، فبطلع ديسكوهات وبرقص في الديسكوهات وابتكر حركات وانا مبتكر. بس واضح برضو ان في العيله عندكم كده، بسبب جيراني وبسبب علاقتنا ان احنا انا قريب الرقص العالم العربي الاول عبد المنعم كامل. أوكي. اللي هو رئيس يعني، هو اعظم راقص باليه، وكان ال11 على العالم يعني. كان مصر يعني، مصر وصلت ان كانت ال11 على العالم في الباليه، لان التسعه الاول كانوا روس. خلي بالك يعني، التسعه الاول كانوا روس، فكون ان احنا نطلع ال11 دي حاجه. بس الاستعراض موجود في اخواتك. ما هو بقى من هنا بقى حب بقى الاستعراض، لان الدكتوره تومادر نمروسي كانت بتاخدني اتفرج على كل الباليهات. جيزيل، كسرت البندق، بخش سراي، كل الحاجات دي انا شفتها في طفولتي مش مرة يعني، كذا مرة، عشر مرات كل حاجة فيهم. فطبعا هنا ثم بقى عندي حب الابتكار، كنت عايز اخش معهد باليه وما نفعش اني اخش، فاخواتي الاتنين دخلوا معهد باليه وخريجين، الاتنين خريجين باليه والاتنين مصممين استعراض. يعني عاطف مثلا هو مصمم استعراض طبعاً. شارع محمد علي طبعا، والزعيم مسرحية الزعيم و و و و مسرحيات كتير جدا، وهو المصمم الاستعراض في فيلم ليا اسمه كريستال، هو المصمم الاستعراض معايا بتاع شريهان. النجمه شريهان، وصمم معايا بقى غنوه كتابتك لاصاله، صمم معايا اضحك بقى وفرجها يا عم الحنان. عايز اسالك ليه في مصر احنا ما عندناش افلام ميوزيكال؟ ليه عندنا كريستال
الميوزيكال طبعاً. ميوزيكال طبعاً. وميوزيكال استعراضي بس يعني بص ده متعمل من كام سنه اه و و و بس ما دام كلمت عن عاطف لازم اقول علاء بس احسن لا تضرب في البيت عندك علاء هو مصمم الاستعراض بتاع فيلم مستر كاراتيه وهو صمم لي غنوه اسمها بابا نويل مصطفى قمر ونيلي وحسن كامي وهو صمم لي حاجه اللبلبه هو صمم مصمم استعراضي غير انه بيمثل يعني وكان مهتم بيه قوي والاستاذ احمد زكي واي فيلم احمد زكي لازم يكون فيه علاء بيصمم استعراض او بيجي يقول حركه او حاجه يعني فانا اخواتي اتنين مصممين استعراض اوكي فهو ده الموضوع طب ليه ما عندناش برضو افلام استعراضيه في مصر في الوقت الحالي للتكلفه تكلفه اعلى للتكلفه طبعا الاعلى كتير لكن انا بحضر دلوقتي فيلم استعراضي والله بحضر فيه بقالي 3 سنين و... اوكي ده شيء لطيف جدا طب حضرتك كنت في مهرجان الشارقه ده مهرجان خاص بافلام الاطفال مش كده افلام الاطفال افلام سينما ولا افلام كرتون ولا افلام ايه افلام كل الكرتون افلام كرتون وافلام فيتشر فيلم قصيره افلام روائيه قصيره وافلام روائيه طويله عن الاطفال والشيخ القاسمي حاكم الشارقه مهتم جدا بسينما الطفل طبعا والمهرجان دلوقتي مستمر بقى له اكتر من 7 سنين ومن السنه دي بقى في قسم جديد في المهرجان اسمه سينما الشباب وعندهم مئات الافلام بتعرض وشيء مشرف جدا جدا ان في العالم العربي يبقى في سينما متخصصه بهذا نتمنى ان احنا عندنا في مصر يبقى في برضه والشيخ القاسمي مهتم جدا باطفال الشوارع في مصر وهيعمل حاجات لاطفال الشوارع طب هنتكلم على الموضوع ده بالتفاصيل بس هنستاذنك احنا هنديك بريك شويه قوي هناخد فاصل بعد كده نشرة رأس الساعة بعد كده نرجع معاك الساعة التانية تكلمنا عن المهرجان ده تكلمنا عن شوية حاجات ليها علاقة بالفن في مصر والسينما في مصر والدراما في مصر والمسرح في مصر برضو رايح انت شايفهم رايحين على فين فتقعد معنا بقى نتغدى مع بعض قوي بس هتغدى هتغدى ما تضحكش عليا في الإذاعة والناس مش شايفة لا الناس شايفين اهو متقلقش طيب خلونا ناخد فاصل بعد كده نشرة رأس الساعة بعد كده نرجع لكم الساعة التانية مع المخرج أستاذ عادل عوض خليكم على نجومة في أمل لو سمحت انتوا لسه مع كلام خفيف مع شريف مدكور على نجومة في أم ونجومة في أم تي في رجعنا لكم مره تانية ومشرفنا النهارده ومنورنا ومنور نجوم اف ام المخرج استاذ عادل عوض اللي انا وهو بقينا اصدقاء ودي حاجه بالنسبه لي شرف على راسي من فوق تعالى بقى نتكلم معاك كده عن اول فيلم اخرجته هو فيلم العقرب كان بطوله استاذه شريهان كمال الشناوي صلاح قبيل رجاء الجداوي هم ابطال الفيلم 7 جوائز دوليه اول فيلم تخرجه ياخد 7 جوائز في كده والله في والعقرب في كده حصل احكي لنا عن الفيلم الفيلم ده شريهان واخده فيه جوائز دوليه لانه مثلت فيه بعبقريه هو فيلم سايكو دراما نفسيه وكان بقالنا 20 سنه قبل الفيلم ما فيش دراما نفسيه اخر مخرج كان مهتم بالدراما النفسيه استاذ كمال الشيخ وما فيش دراما نفسيه وطبعا برضو الاستاذ عاطف السالم كان عمل اين عقلي والاستاذ لكن ما فيش سنه كام لا قبليها بقى بكتير لا العقرب كان سنه كام العقرب سنة 90 اوكي فقبليها بكتير قوي ما كانش فيه افلام هو مين الاول العقرب ولا كريستال العقرب اول فيلم العقرب اول فيلم صح وبعدين وما فيش افلام سايكو دراما ده كان سايكو دراما وكان حاجه جديده وخد شكل جديد وكنت مهتم قوي فيه بالكادراج ومهتم بيه بقى لا وانت بتهتم كل التفاصيل اللي في الدنيا اللي ممكن تكون موجوده ده من ذوقك طيب وبعد العقرب بعد العقرب عملت فيلم اسمه تحت الصفر تأليف الأستاذ الكبير العظيم الله يرحمه الأستاذ أسامة نروكاشة وبطولة العظيمة مدام زهرة اللي اسمها الشهرة نجلاء فتحي وصلاح السعداني ربنا يديله الصحة وباقة كبيرة أو من المسلمين ده رقم 2 رقم 3 وفيلم كريستال فيلم الاستعراضي شريهان وهشام سليم أستاذ العظيم الكبير اللي شرفني بالفيلم ضيف الفيلم أستاذ عبد المنعم مدبولي كان الأغنية كانت بيكون بحبها أفوت ونط وزوج وأكوت وشي مقطقط زي القط تجيني زغط يجيني زغط يجيني النوم أتغطى وغط أيوة. أفوت ونط وزوج والفستان اللي كانت لابساه كان فيه زي بتوع الغطيان بتوع الحاجات الساقعة أيوة. أنا فاكر الإكسسوارات فيري كرييتيف يعني كل حاجة فيري كرييتيف أوكي وبعدين
كل فيلم غير التاني. اه وبنطلون بيجامة. وبنطلون بيجامة. آه. كل فيلم من اللي انت بتقولهم مختلف عن التاني. مفيش حاجة شبه يعني مفيش حاجة شبه. هو نوع من التمرد على الذات، نوع من التمرد على الذات، ونوع من ان انا مش حابب حكاية. كان قبل كده بيدرسوا لنا حكاية المخرج البصمة ولو بصمة، وانا ضد ان المخرج يبقى له كراسة اخراج معينة. لا، كراسة الاخراج او البصمة المعينة بصمة الفيلم، بصمة الورق. انا بخترع لنفسي بصمة مع الفيلم. يعني فيلم العقرب انا عامل شكل للورق ده، تفسير. هو الفرق، هو الاخراج هو عبارة عن تفسير للورق وقراءة ما بين السطور. انك تقرأ حاجات مش اي، لو اي حد يقرأ سيناريو ما يعرفش يقرأ الحاجات اللي مش موجودة اللي السيناريست ما كتبهاش. فانت بتخترع حاجات تفسر اكتر وتبين اكتر اللي ما يقصده المؤلف. فمن هنا افلامي مش شبه بعض. وبعدين عملت شباب على الهوى، ده فيلم شبابي وفيلم اجتماعي شبابي سياسي غنائي، فيه شوية غناء. كان في حنان ترك، كان في حنان ترك، اول فيلم لاحمد الفيشاوي، اول فيلم لنيلي كريم، اول فيلم وعمرو مهدي، عمرو مهدي، اول فيلم لا كان محمود امين الهنيدي، زي الاوتوبيس كده الميكروباص وعليه. هم كانوا عاملين كده حاجات كده بيعملوها اذاعه، هي اذاعه. هم الولاد دول عملوا اذاعه سريه كانت فظيعة، وبيصوروه بيلبسوا ماسكات فما حدش عارف هم مين. انا كنت منبهر بيه. انا كنت منبهر بيه ده من ذوقك. وكانوا بينقضوا نقد ذاتي، كانت حاجه غريبه على المجتمع. بينقضوا نقد ذاتي، وهم الثلاثه مذيعين وبيعملوا نقد ذاتي للمجتمع. وبعدين وهم بينقضوا بيكتشفوا ان لا، ده في حاجه نقد تاني في موضوع اكبر من اللي هم كانوا بينقضوا. طب انا عايز اسالك سؤال بمنتهى الامانه. انت كل افلامك بجد مختلفه، ان مش عشان انت قاعد معايا اوكي، بس كلهم فعلا حاجات مختلفه. اللي انت بعدت شويه؟ انا ما بعدتش، انا كل دوم اصل هم متفرفطين عن بعض، زائد في الفوازير. طبعا عملت فوازير، هنتكلم عن فوازير. بس انا الافلام بقى لها كتير ما اخرجتش افلام، بحضر على طول، وبيبقى مشروعات. اصل انت لما المشروع بتبقى محضر له سنتين وبعدين يلغى، فضاع من عمرك سنتين. فاذا عندك فيلمين ثلاثه يبقى ده 6 سنين راحوا بثلاث مشاريع او 4 مشاريع راحوا في الهوا. اذا حصل خلاف مع منتج على حاجه بسيطه او مع نجم او طب احكي لنا عن الفوازير. الفوازير عملت فوازير اسمها إيه موسيمة، وكان ليها شكل جديد، وكان ساعتها المرحوم الأستاذ يحيى العالمي هو رئيس قطاع الإنتاج، وهو اللي وقف جنبي جدا فيها، وهو كان عملنا مع بعض حاجة كويسة قوي. قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري أنتج لنا أحلى أحلى حاجات. عملت فوازير تكلفتها 3 مليون جنيه وجابت 20 مليون جنيه. و3 مليون جنيه ديت ولا حاجة. أيامها. وعملنا الفوازير بما كل، وخلي بالك 3 مليون دول فيهم ايه، جميع الملابس جديدة اتعملت مخصوص، وشغل جرافيك جوه 3 مليون، وفي اجور نجوم كبار زي لوسي وامينة رزق وكده واجري، وكل ده جوه. ازاي اقنعت الاستاذة امينة رزق انها تشترك في الفوازير؟ طبعا هي اصل بص، كانت قبليها كانت عملت مع بابا فيلم، طبعا بابا محمد عوض عشان بس المستمعين، عملت معاه فيلم اسمه اخواته البنات، وغنت ورقصت وكتبوا على الافيش كده لاول مره أمينة رزق تغني وترقص. فكان طبيعي انها تيجي معايا وبتغني بقى، بتغني وفي التترات وموجوده يعني ايما وسيم بس، وكان ليها شكل مختلف عن الفوازير طيب هنتكلم اكتر واكتر، بس هنستأذنك هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل ونرجع لكم، خليكم على انجومه في امل لو سمحتوا. انتوا لسه مع كلام خفيف مع شريف مدكور على النجومه في ام ونجومه في ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية، وآخر لينك النهاردة في كلام خفيف، ومعنا المخرج عادل عوض مشرفنا ومنورنا، بيحكي لنا أغاني حلوة ولطيفة. أهلا بيك. أهلا بيك. بص بقى دلوقتي، أنت في حاجتين مهمين قوي بالنسبة لي أنت عملتهم. عملت الحفلة بتاعت الميلينيوم سنة 2000 شيرلي باسي. مظبوط، كانت إخراج حضرتك. أيوة. وكان في الهرم برضو حفلة للاينن ريتشي. لاينن ريتشي كانت برضو إخراج حضرتك. عايز اعرف بقى الحفلات لما بتبقى هتتعامل مع شخصيه عالميه وانت بتتكلم في ناس تقيله قوي. ايوه. ايه بقى؟ انا كنت بترعش، ركبي بيتخبط. لا مش مصدقك. والله. لكن الناس دي متواضعه بدرجه يا شريف، عشان تخليك تنهار. يعني لقيتها
بتعمل بروفا، وفي وسط البروفا بتقول لي انت المخرج؟ قلت لها اه. قالت لي طيب بص كده وقول لي رايك ايه، وبعدين رايك في المكياج ايه، رايك في اللبس إيه؟ انا بفكر البس ده ولا ده، والبس ده ولا ده، حاجه مش طبيعيه. وقلت لها البسي ده وبلاش دوت، قالت لي حاضر. وطب اعملي ميك اب كذا، ما تعمليش كذا، حاضر. اعملي شعرك كذا، ما تعمليش شعرك كذا، حاضر. تاخد بالك، خلي دي اول غنوه، ما تخليش دي اول غنوه، حاضر. ترتيب الاغاني، حاضر. انت المخرج؟ لا، انا ما كنتش مصدق. ترتيب الاغاني انا المسؤول عنها، ما كنتش عارف الحكايه دي. اديت لي الاغاني وقالت لي خد رتبها، وطبعا مش عارفها كلها. طبعا لجأت لناس صحابي اللي هم بيفهموا قوي في المزيكا، فقال لي كذا كذا كذا، ودي القفله وبتاع. وهي قالت لي لا طب ما تخلي كذا يعني، والمايسترو بتاعها بيقعد يسمع كلامي انا. ها، قلت له تبقى واقف كذا، والكاميرا بتاعتك هتبقى كذا، بروفيشنال. اه، ولاين ريتشي ابسط من البساطه. طبعا لاين ريتشي وهو ملحن كمان، غير انه هو ليه شويه اغاني ده احلى من بعض. وكان وعملت الحفلتين دولت، كان مدير الحفلتين دول الاستاذ شيرين يسري المبتكر العظيم، فعملناهم مع بعض وكانوا يعني حاجه جميله جدا جدا. طيب يعني عملنا حاجات عالميه، يعني ده مستوى عالمي، وتعاملنا مع ناس عالميين وكده قدرنا نوصل للمستوى العالمي في حفلتين. هفهم من كلامك ان كده التعامل مع الناس العالميه اسهل من المصريين؟ لا، في المصريين يعني لما حاول اوقعك في الكلام. لا لا لا، يعني انا مثلا لما اتعاملت مثلا مع شريهان معانا ابسط من البساطه. يعني بنقعد على الارض ناكل مع بعض على الارض. نجلاء فتحي او مدام زهره ابسط من ابسط البساطه، بسيطه جدا. احمد زكي كان بسيط جدا، يعني في ناس بسطاء جدا. وفي ناس جداً العكس جداً. وفي مش هنقول اساميهم، بس في ناس العكس. وفي ففي نجوم بسطاء جدا. نيلي كريم بسيطه جدا. صحيح. جدا. صحيح. فنانه بسيطه جدا. هند صبري فنانه بسيطه وراقية. جدا او راقيه. يعني اقصد ان نجوم كتير عندنا عندهم بساطة، وعندهم كتير جدا كتير. ده الرقي. وفي لا وفي لا للأسف. طيب الوقت الجري معاك بسرعة جدا، فأنا عايز أعرف بس خططك إيه؟ هتقدم لنا إيه الفترة الجاية؟ خططي إن عندي فيلم استعراضي اسمه بنت ملك الشوكولاته، وهو شكل جديد للاستعراض، مش شكل كريستال، شكل تاني خالص. اسمه حلو قوي. وبنت ملك الشوكولاته، وهو فيلم عن قصه او مسرحيه لويليام شكسبير، هي اسمها ترويض النمره. وانا بعمل لها اللي هي اتعملت قبل مصري من حواء، انا بعمل لها اعاده صياغه ميوزيكال، والغنى فيه مش ده هيبقى كورالات، كلها كورالات، وكلها الرقص هيبقى في الشارع وباعداد غريبه من الراقصين. شكل جديد خالص للاستعراض، ما حصلش في مصر، واعتقد ان ده يعني هيبقى شكل جديد انا حموت اعمله. انت شغال عليه دلوقتي؟ وعندي فيلم تاني اسمه اميره الفراشات، وهو فيلم برضو ميوزيكال. ايه الاسامي الحلوه دي؟ اسماء بسيطه وحلوه وفيها طعم طفولي، وفيها تحس انه هو احنا داخلين حاجه للاسره. ايوه بالظبط. الفيلمين دول عارف معمولين افلام ديزني وكده، احنا مفتقدين. انا اقصد حاجه قريبه من الشكل ده. وبعدين ان شاء الله يا رب يكون في مشروع مع الاستاذ الكبير المؤلف الكبير محمد جلال عبد القوي، مسلسل. واول ما نبقى اوكي اول حد هعلن عن المسلسل عندك ان شاء الله. ده شرف ليا ان شاء الله بجد. ميرسي، اشكرك، تشرفتني، نورتني، وعلى راسي انت قعدت معايا لساعتين. اف ام شرفتني. ميرسي. وانت شرفتني يا شرف. انت راجل محترم وفنان يا حفيد العظيم محمد فوزي، الفريق اول محمد فوزي. اشكرك شهاده ليا، واشوفك على خير دايما. وانا واثق الحاجات اللي انت هتقدمها في الفتره اللي جايه هتكون حاجات هتكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليك، تحياتي للاسره كلها. يا رب. اشكرك، بشكر المخرج العبقري استاذ عادل عوض على وجوده معانا النهارده. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في كلام خفيف، ويا رب كلامنا يكون كان خفيف على حضراتكم. بشكر فلافي زميله على الميكسر النهارده، وان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي في نفس ميعادنا يوم الاثنين 3 عصرا بتوقيت القاهره. شكرا لكم، باي باي. كنتم مع كلام خفيف مع شريف مدكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.